الله. ختاما وجه بإعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح المواطنين الذين فقدناهم وفقدوا حياتهم خلال هذه الفيضانات والسيول، وتنكس بعون الله الأعلام لمدة لهذه المدة. عاصفة دانيال تقتل 2000 شخص وليبيا تعلن الحداد، يا ترى التفاصيل؟ الجثث في كل مكان، في الشوارع وعلى الرصيف وتحت المباني، لدرجة ان المقابر في بعض المناطق ما بقاش فيها اماكن لدفن الضحايا. استنى عندك، ده مش فيلم رعب وتمثيل، ده واقع عايشات دولة الشقيقة ليبيا دلوقتي بعد ما ضربتها العاصفة دانيال في الساعات الاخيرة. هتقولي طب ليه ليبيا مش واخدة احتياطاتها من معدات للظروف الطارئة اللي زي دي؟ هقولك يا سيدي، بس خلي بالك الظاهرة الطبيعية دي وصفها الخبراء بانها نادرة جدا، وببساطة لان كمية المية اللي نزلت من السماء وصلت ارتفاعها لـ4 متر، والسيول حاجة مش طبيعية، لكن دي تعتبر ليلة ما حصلتش قبل كده في ليبيا، غير في سنة 1961 حصل فيها زلزال بس كان غير مدمر. حتى العواصف برضو ما كانتش موجودة كتير، يعني أصلاً ليبيا أرض مش معرضة إنه يحصل فيها كوارث طبيعية زي دي، وبالتالي ما عندهمش استعدادات كافية للوضع اللي عايشين فيه دلوقت. بعد ما المناطق كلها بقت منكوبة، الجثث دلوقتي تحت المباني والشوارع، العاصفة جرت العربيات والبيوت ومعاهم البشر، وانهار سدين، والوضع بقى مأساوي وخرج عن السيطرة. مفيش حتى اتصالات، وده بعد ما كابلات الانترنت والشبكات وأعمدة الكهرباء وقعت نتيجة العاصفة. ليبيا ما كانش قدامها غير انها تدعي العالم للتدخل الدولي لانقاذ المجتمع الليبي. فاعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان ان مناطق درنا وشحات والبيضاء هي مناطق منكوبة بسبب السيول اللي دمرتها، وقال في بيان احنا عشان حاسين بالمسؤولية والتداعيات الجسيمة للكارثة نعلن المنطقة منطقة منكوبة، ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم. ونتيجة للكارثة دي تم حظر التجول واتقفلت المدارس والمحلات، وأعلنت ليبيا الحداد 3 أيام. وحسب أحد أعضاء غرفة الأزمة بجمعية الهلال الأحمر الليبية إن إجمالي الإحصائيات اللي وصلت للغرفة من جميع فروع الهلال الأحمر بلغت ل 3000 شخص قتيل، ومن المتوقع إن الضحايا يوصل أعدادهم ل 10000، وتم إنقاذ 7000 عيلة، لكن في عدد كبير من المفقودين وصل عددهم ل 9000 شخص، والباقي مش عارفين يوصلوا ليهم بسبب أعدادهم الكبيرة، وإنه الأهالي مش عارفة تبلغ عنهم علشان ما فيش شبكة. بدأت العاصفة من اليونان لتركيا وتحركت وراحت ليبيا، وكانت سرعة الرياح 70 كيلومتر في الساعة على مناطق في شرق ليبيا زي بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنا، كل ده في 24 ساعة بس. بالمناسبة عاصفة دانيال كان سببها هي موجة استوائية قريبة من السواحل عند المكسيك، واعترف بيها دوليا سنة 2006 على إنها إعصار، والسلطات اليونانية هي اللي سمتها دانيال علشان يكون اسم سهل التداول إعلاميا لنشر الوعي بخصوص العاصفة. بس خلي بالك إن دولة ليبيا حاليا في أمس الحاجة لأي دعم دولي عاجل للتعامل مع الكارثة الإنسانية، لمساعدة الشعب الليبي في اللحظات الصعبة، وضمان توفير المساعدة اللازمة للمتضررين، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وكمان تزويدها بمواد غذائية ومية، ومأوى مؤقت للعائلات المتضررة. فلو أنت تقدر تعمل أي حاجة ليهم ما تترددش، ولو مش هتقدر كفاية دعائك ليهم في الفترة دي إنه ربنا يسترها عليهم ويرحم الضحايا وتعدي الأزمة بأقل الخسائر.